القران كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده فانه سبيل الهدايه والاستقامه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وهناك افكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها: الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك، التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه، إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم أهدي ولدك مصحفا فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركه في المسابقات فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا اذا كان الامر في شكل جماعي خصوصا اذا رصدت بعض الجوائز استعمال الوسائل الحديثه في الحفظ فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في اشياء اخرى ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال باخذ ولدكما القران